بعد وفاة زوجها بأشهر، تعرفت على رجل أصغر منها في السن بكثير، ومن فرط جمال وجهه وجسمه الرياضي عشقته، وقعت في حبه لدرجة أنها تجرأت وطلبت منه الزواج، وهو بدوره لم يمانع طمعا في ثروتها، فهذه فرصة ذهبية بالنسبة له. وبكل خبث اشترط عليها أن تتخلص من ابنها الصغير حتى يستولي بمفرده على ثروتها، وهي وافقت فورا على كل شروطه بدون تفكير. وفي ليلة شتاء باردة وممطرة، قامت بطرد ابنها في الشارع ليواجه مصيره. كان الولد مكث أمام باب المنزل يصرخ ويبكي ويتوسل من أمه أن تدخله إلى البيت، لكن قلب الأم معمي بعشق الشاب الصغير الذي لم يجد صعوبة في إقناع الأم بالتخلص منه نهائيا ووضعه في دار الأيتام. وبكل جفاء وقسوة حملته في الفور ورمته بين الأيتام ليواجه حياته الجديدة. مرت السنوات، كبر الشاب في رعاية جيدة من دار الأيتام جعلته رقيق القلب. أكمل دراسته، أصبح طبيب، وقرر أن يكرس عمله في رعاية المحتاجين والعجز. أما أمه كبرت وهرمت، وكثرت مشاكلها مع زوجها، فقد استولى تقريبا على كل ما تملك، وتعرف على فتاة جميلة وصغيرة في السن، وقرر أن يعيش سنه ويستمتع بالثروة التي استولى عليها. أصبح الزوج مهموما من كثرة التفكير والتخطيط، فهو لم يجد طريقة يتخلص بها من هذه العجوز نهائيا. وبما أن حبيبته الجديدة كانت تشبهه في الدهاء والخبث، اقترحت عليه فكرة شيطانية، وافق عليها في الفور وذهب مسرعا للصيدلية. عاد إلى البيت في سرعة البرق، استغربت العجوز من رجوعه المبكر. بينما كانت هي في حيرة من تصرفاته التي هي بغير العادة، فاجأها وقال: مثل هذا اليوم من 20 عاما تعرفنا على بعض، وطلب منها سهرة رومانسية لتجديد العلاقة. من غبائها لم تجعلها كل هذه الأعوام تكتشف نوايا زوجها السوداء. فرحت جدا بطلبه، توجهت إلى المطبخ، جهزت كل ما لذ وطاب وكل الأطباق التي يحبها زوجها، وكأن قلبها أحس بأنه العشاء الأخير. بعدما جهزت العشاء، وشوش الزوج في أذنها بكل حب ورومانسية وقال لها: ما رأيك أن تأخذي حماما دافيا للاسترخاء، وضعي فستانك الوردي الذي أعشقه، وأترك الفرنسي المفضل لدي؟ ابتسمت بكل خجل، طأطأت رأسها وذهبت لتنفذ أوامر زوجها بكل رحابة صدر. استغل الزوج الغدار غيابها، أخرج من جيبه كيس دواء وذهب شيئا في كأس العصير، ونادى زوجته: حبيبتي لا تتأخري، فأنا لا أقدر على فراقك. خرجت الزوجة من الغرفة في مشهد لا يليق بسنها، وهي تتمشى بكل دلع، ووضعت موسيقى شبابية وجعلت ترقص وتتمايل. وبينما كان الزوج مصدوم، ارتمت بجانبه وبدأت تتنحنح وتتكحكح. أخفى زوجها اشمئزازه منها وقال لها: اشرب العصير وخلينا نطير. شربت العجوز المسكينة كأسه، ولم تمضي بعد دقائق حتى سر المشروب في عروقها، وقام بمفعوله ووقعت على الأرض مغمى عليها. بعد مدة من الوقت أفاقت من غيبوبتها وفي حالة صدمة، فهي في مكان تجهله، غرفة غير غرفتها، وسرير غير سريرها، وأمامها شاب زاد صدمتها، فهي قد عرفت ملامحه على الفور وقال لها: مرحبا بك في دار العجز. شعرت الأم بالخجل من نفسها وفهمت ملعوب زوجها، وقالت في نفسها: الآن سينتقم مني ابني إن عرف بأنني أمه، سأخفي عليه الأمر. لكن الولد قاطع تفكيرها واحتضنها بقوة وقال: لقد حكمت علينا بالهجر والفراق، وها قد جمعنا الزمان مجددا.